التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع سعادة السيد ميخائيل بوغدانوف نائبي وزير خارجية روسيا الاتحادية المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا. وخلال اللقاء أكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، والتي تشهد تطورا ونموا مضطردا على كافة الأصعدة في ظل حرص قيادتي البلدين الصديقين على توطيد علاقات التعاون الثنائي والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا، معربين عن اعتزازهما بمتانة علاقات الصداقة التي ترتكز على أسس من الاحترام والتقدير المتبادل، مستعرضين الجهود المبذولة للارتقاء بتلك العلاقات إلى مستويات أرحب بما يلبي المصالح المشتركة والأهداف المنشودة. كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما تواجهه من تحديات سياسية وأمنية وسبل إنهاء النزاعات والصراعات في المنطقة وإحلال السلام الدائم والشامل لما فيه خير وصالح شعوب المنطقة. كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.